Hello guys and welcome to my channel again. مرحبا بكم فيديو جديد نهار جديد. So الفيديو ديال اليوم ان شاء الله كما تكونوا شفتوا في العنوان طبعا غنعملوا اسهل واحسن واروع ماسك إزالة الرؤوس السوداء اللي كتكون هنا كيكونوا حتى هنا وكيكونوا حتى شي حاجه هنا. المهم هذا الماسك هذا صراحه الله ساهل والمكونات ديالو موجودين في الديور كاملين. دابا بغينا نقولوا حيت شي بيضات وكلينيك. سو قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم اذا عجبكم. اذا ما عجبكمش ديزلايك ان في لي كومونتير واي. سو خلينا نبداو الفيديو. اول حاجه قبل ما نعدلوا هذا الماسك كنعدلوا شويه الماء يسخنوا في اي حاجه بغيتيها كنعدلوا الماء يسخنوا ومن بعد كنعملوا فيه وجهنا كنعملوا هيدا شي 3 دقائق هيداك باش كيتفتح لنا المسام. هذه كوميتا سو نخليكم ونرجع تن تن تاع الناس. ام باك ام هير ام باك. سو من بعد كتحاولوا تشوفوا بوكم في ماشي هذا اي دون نو دابا نمشيو. سو دابا نمشيو الخطوه الثانيه. في الخطوه الثانيه كنجيبو واحد البيضه كنهرسوها كنخلطوها مزيان وكنجيبو كلينكس. المهم هي احسن حاجه يكون عندك كلينكس د المهم بابي جيني ولكن زعما الا ما كانش كاين عليكم كاين زعما الا ما كانش كاين اي كلينكس اخر ينفع. هو ما خصوش يكون غليط بزاف. الا كان غليط بزاف راه كيكون طبقات ويمكن لك تفرقهم. سو دابا غنعملو الطبقه الاولى من البيض. يومين الحرت من بعد ما عملنا الطبقه الاوليه من يعني الطبقه الاوليه البيضات على وجهنا دابا جا الوقت اننا نعملوا عليها كلينكس. وانا قطعتهم على شكل وجهي زعما ولكن نتوما تقدروا تعدلوهم يعني كلينكس عادي وصافي. انا غير انا ما تخلعوش. سو توقف لي التصوير وانا ما شفتي وعملت كلينكس كامل في وجهي دوكا فضائيه ولكن لا مشكله. ومن بعد كنعملو البيضات اخرى على كلينكس. انا شفت هنا كنستنى يوس سو شخص بجي نرجع.
I'm here. What? صراحة نتيجة الأروع ولا أحلى حبوب رؤوس سوداء ما في، وحتى بعض الحاجات كيكونوا هنا تا هما ما في، وإلا كان في كيكونوا ظهروا فهمتي كيبانوا لك بالزربة. هذه طريقة سهلة حسب ما نبقاو نمرضوا راسنا معهم بيدانا، وكاين اللي كيزولوا بشي طرق أخرى، وحسب ما الماسك الأسود على 1000 درجة. في نفس الوقت البشرة ديالنا كتنتفع من البروتينات اللي كاينين في البيضات. كان هذا الفيديو ديال اليوم، نتلاقاو ان شاء الله غدا فيديو جديد نهار جديد. بيس ليكم.